حقيقة خلال أقل من 24 ساعة مجموعة من الأخبار الغريبة المنتشرة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية. هنحاول نرد على اللي احنا نقدر نرد عليه لأنه أخبار كتيرة جدا. يعني مثلا تلاقي برنامج بيقول إن كابتن محمد عبد المنعم جاي له عرض احتراف في إيطاليا من سابع الدوري الإيطالي. الحقيقة أنا بشوف إن ده كلام ممكن جدا محمد يجي له عرض، ومحمد واحد من أهم اللاعبين، مش محمد لوحده. لما تيجي تتكلم عن النادي الأهلي هتتكلم عن كل اللاعبين، وهتجد إن كل اللاعبين ممكن كل واحد فيهم يجي له عقد، ولكن ده كلام غريب وعجيب في توقيته أصلا. التوقيت ده أصلا غريب لأنه إحنا في شهر 10، بداية شهر 10، يعني لسه أكتوبر ونوفمبر وديسمبر عشان أبتدي أتكلم عن الانتقالات. لو اتكلمت عن محمد عبد المنعم من دلوقتي، طيب الأسبوع الجاي هتتكلم عن مين؟ اصبر، كده كده هتيجي فترة الانتقالات الشتوية وتتكلم زي ما انت عايز. وبعدين في محمد عبد المنعم بقى تحديدا، النادي الاهلي نفسه، النادي الاهلي هذا الكيان الكبير وهذه المؤسسة العظيمة الرياضية العظيمة، حاجة كلنا فخورين بالنادي الاهلي وبهذه المؤسسة. مظبوط مظبوط. النادي الاهلي نفى في بيان رسمي، اتكلم بقى زي الاخبار، نفى النادي الاهلي في بيان رسمي منذ أيام قليلة بخصوص أي عروض احتراف وصلت لكابتن محمد عبد المنعم أو غيره من اللاعبين. فسواء كابتن محمد أو كل لاعبة النادي الأهلي مركزين فقط في شيء واحد، في الملعب. فمثلا امبارح كان معايا كابتن أمير عبد الحميد، أمير من الناس اللي بتروح تتفرج على التمرين على طول، لأنه فأمير بيروح يتفرج، أمير عبد الحميد بيروح يتفرج على التمرين. قال لي إسلام اللعيبة مركزة، اللعيبة عايزة تكسب الماتشات، اللعيبة مركزة في التمرين عشان عايز يلعب، عشان عايز يكسب الماتشات، عشان عايز يسعد جمهوره. فمثلا خد عندك خبر تاني يقول لك ايه، محمد مجدي قفشة ابلغ زملائه ان هو ناوي يحترف في الخليج حتى لو في يعني على سبيل الإعارة في نهاية هذا الموسم. طيب الكلام ده خدوه من على لساني، هذا الكلام غير حقيقي. محمد مجدي قفشه واحد من اعمده الفريق الاول للنادي الاهلي، وكولر بيعتمد عليه في مباريات كتير. احنا هناخد الاخبار كلها كده ورا بعض عشان نوري حضراتكم ان كل هذا الكلام هو كلام عاري تماما من الصحه.